بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا اللهم من عبادك السعدة، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وكلنا يا ربنا، ولا تكن علينا، واصرف عنا السوء كله ظاهره وباطنه، واجعلنا اللهم من عبادك الذين إذا ما دعوك استجبت لهم. احنا قرأنا سورة الأنعام بعد صلاة الفجر، ولولا أن التلاوة كانت تلاوة محضة لتوقفت، وقد أردت بهذا البث الآن أن أتعرض إلى هذا الجزء من الآية الكريمة: فأهلكناهم بذنوبهم. لما تقرأ القرآن الكريم كله ستجد هذا المعنى محققا، بأنه لا إهلاك إلا بذنب. فأهلكناه بذنوبهم. في سورة الأنعام نفسها نقرأ قول الله عز وجل: إن يشأ يذهبكم، تغور في دهية، ويستخلف من بعدكم ما يشاء. واللي هو يشاءهم ربنا قالهم في سورة المائدة بقى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يعني من صفات هؤلاء الذين يحبهم الله أنهم كالدابة الذلول للمؤمن. يعني مؤمن يجي لك يلاقيك ذلولا، يعني لا يجدك صعبا. وكما جاء في سورة محمد: محمد رسول الله، والذين معه آخر سورة الفتح: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جمع الآيات مع بعض، جمع الآيات مع بعض، هتلاقينا مش احنا، هتلاقينا مش احنا، احنا نزل بعض، نشتم بعض، نسخر من بعض، يقل أدبنا على بعض. ومع غير المسلمين فلة، عكس ربنا. كنت زمان أعمل بالوردة كده، ندريم أقول عايزين نعدلها تبقى كده. عشان تعدلها المفروض إن أنا ألاقيك وتلاقيني ذلول، محتاج أسلفك، تؤمر أقول لك عيوني. هي بقى يا عيوني دي موجودة، بس بقى تعالى اللي بيقول لك يا عيوني قول له 50 جنيه حمرة، يقول لك ودانك حمرة. مش معقول هقول الكلمة التانية، مع اني اقدر اقولها جدا، يعني ما بعملش كنترولات، انا بعبلي كده. مع انه كان من امبارح يقول لك عيوني، قلبي وجع قلبك وقلب امك، قلبك انت ليه قلب اساسا؟ حاجه وسخه يا اخي. هتلاقينا في صحيح البخاري بذمتك: خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي عليه الصلاه والسلام. البخاري عليك لمين؟ خيركم خيركم لاهله، وانا عليه الصلاه والسلام خيركم لاهلي. اقسم بالله 98% الغريب، انما خيرنا لاهلنا انه تلاقيه كريم جدا مع زمايله واصحابه وعلى القهوه، طلع عين ابنه عشان يجيب له قلم بجنيه. يا سلام. ولو جت واحده بقى الطريق او في الشغل: لا موري، لا والله انت دفعه،
لا انت ما بتشبعيش، انت ما بتبطليش، انت بتاكلي الفلوس اللي بتعملي بيها ايه؟ ما انا لسه مديكي السنه اللي فاتت 15 جنيه. ده اوبس دايركشن، اتجاه المعاكس، ده عكس دين محمد، ده دين المترتل، انك تبقى كريم مع كل الناس وبخيل على اولادك. نهار اسود، انك تصرف الغالي على واحده اجنبيه وتقعد تمسك الموبايل اتولى القمر. صباح الخير، ازيك؟ عامله ايه؟ عشتيني. والتيس اللي جوه ده، اديك الشامورت اللي جوه ده، العتقيه ام العيال، سترك وعطوك، مفيش. وحشتيني يا ابن المجرمه. الكلام ده جيب اكس كورونا، جيب كورونا ديب دوبل. اول احنا عند ربنا وعند الرسول محميين من كل اذى، مرحومين من كل عذاب. لما نبقى كده، لما نبقى اذله على المؤمنين، لما يبقى خيرنا من باب اولى وفيرست فيرست لاهلينا، واللي يفيض منا ياخد ربنا قالها في القران الكريم. ماذا ينفقون؟ كانوا بيسالوا النبي قول العفو. وات ذا مينينج اوف عفو؟ الفايض عن حاجتك وحاجه ولادك. احنا بنعمل ايه بقى؟ يسالونك ماذا ينفقون، قل البرنسبل، قل الاساسي، هو ما تبقى لاولادك. طب مش هتبقى حاجه، طز في اولادك. المهم الجميله ترضى، والمهم يقولوا عليك في الشغل انك راجل كريم. يعني شكمونا بكمونا، يا شوك الجناين، يا اكس كورونا، يا طول. لذلك انا طبعا متعمد ان انا كل يوم اراجع مع حضراتكم حاجه من الحاجات اللي هي ينبغي ان نتوب منها. عشان ايه؟ لازم نكون متفقين، لو مش معايا والله ياثر هذا في نفسي. يعني عشان نكون من الذين إذا قالوا يا رب اكشف الكورونا والبرونا والبلا الأزرق يقول استجبت لكم. النهاردة بنلتقي مع هذا الذنب الذي لا يلتفت إليه أحد. أنا صاحب كتاب ذنوب منسية من زمان، عملته قبل كورونا والبرونا، وأنا عارف إن جه فيه كورونا جاية وإكس كورونا جاية. أنا عارف مش عارف إن أنا بتنبأ. منها القرآن، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فعليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني على نفسه. خدت بالك؟ فاعلات. فإيه بقى الذنب اللي ينبغي أن نتوب إلى الله منه؟ قول لي عايز حاجة؟ لا شكرا. الذنب الذي ينبغي أن نتوب إلى الله منه هو ذنب الرحمة. إلهي الرحمة ذنب، أي والمودة، إلهي المودة ذنب، والكرم، لا إله إلا الله، الكرم ذنب، أي الرحمة والمودة والكرم مع الأجانب، والعذاب والبخل مع القرايب، ده ذنب. لما نتوب منه مع غيره إن شاء الله، احلف يمين الله. شوفوا برضو هجيب لكم دليل هادي ورايق، كتاب بهجة النفوس شرح البخاري ده لابن ابي جمرة، تعرض لحديث ام المؤمنين خديجة لما النبي دخل عليها عليه الصلاة والسلام وجاي من غير حراء ومخضوض لانه اول مرة الوحي يجيله، فقال خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت خديجة ام المؤمنين كما روى البخاري وفي صحيحه، والله لن يخزيك الله ابدا. حلفت، أي بتتقل على الله؟ لا، العمار يفهم كده، لكن مدمن العلم يفهم كده ازاي؟ يقول لا، النبي جمرة قال على صفحة ايدك اليمين تاني سطر، ويجوز أن تقسم كما أقسمت أم المؤمنين خديجة على أن الله لن يخزي عبدا من عباده إذا علمت فيه ما علمت خديجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم ما معهوش تديله، وواصل الرحم
حلفت وانت تقدر تحلف. عشان كده انا بقول لك انا احلف، مش بقولها فهد السدر ولا اونطه ولا عنطزه ولا الكلام اللي بيجيني من بعض الحريم المهبوله. ما تقول المعلومه من غير فزلك، فزلك على امك وعلى جابوك. ماشي، واسمعني ياسين في قناه ثانيه تحكي الله يرحمه. يا اختي تحس بالنار اللي جوايا شويه. اوكي، يبقى اذا عندنا ذنب كبير اسمه انك تبقى انسان مع الاباحد، ولما تدخل على اللي منك تبقى حيوان مفترس. ده ذنب في كتير جدا الناس بفكر ان ده مش ذنب. الاجانب يعمل، وبعدين هقول لكم الموضوع ده تسرب لينا في ايه؟ في ان احنا بقينا نقول ايه لكل واحد، يعني بنكمله شويه او نقول له ايه؟ وانت غريب؟ يعني احنا نجيب لك في الطبق المكسور ونجيب لك معلقتين طبيخ بيتي من امبارح، انت مش غريب بقى يا ابو فلان؟ احنا عندنا طبقين بتاع من امبارح وبتاع، وانت طبعا مش غريب يعني. يعني الغريب اللي نطبخ له الطازه، والغريب اللي نفتح عشانه النيش، انما انت واخد ابن كلب تاكل الحمضان وتاكل البايت ونغرف لك في الطبق الصفيح، انت مش غريب. اشوف الثقافه وصلت لفين. لو انا بقى بفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحتوب من ذنبي، القريب لما يجي لي افتح له النيش، والغريب لما يجي لي افتح له النيش. مش معنى كلامي ده انك تكون كويس جدا مع القرايب وقليل ادب مع الابعاد، لا طبعا. انت كويس مع كل الدنيا وكريم مع كل الدنيا بدم ربنا مقدرك بطل، لكن من باب اولى تكون كريما بقاف الدلع، لكن هي كريما مع اهلك. أمال إيه؟ كن كريما مع أهلك. حلو، كل يوم إن شاء الله وجايز كل ساعة وقت عندي هنا مدرستي دي بيتي هنا معاكم أو الله. وأهلا وسهلا بكل التعليقات وكل الحاجات الحلوة واللي مش حلوة، ذنوب منسية نسينا الذنوب دي. ربنا بيقول حتى بصوت الأنعام اللي لنا النهاردة السلامة. تاب وأصلح. أيوة، تاب وأصلح. احنا عايزين كده، عايزين نتوب ونصلح، نصلح حياتنا الخيبة، نصلح حياتنا الفاشلة. نايم أوي. اللي ما حضرنيش من الأول هديله خلاصة عشان عينه، عشان عيونه الغالية عليا. من الذنوب المنسية ذنب يتمثل في أن المسلمة نراه كريما خارج بيته ونراه إنسانا خارج بيته، فإذا دخل بيته وعامل أهله كان وحشا مفترسا. هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، ولو رفع هذا المتخلق بهذا الخلق الذميم يديه إلى السماء فلن يقبل الله دعاءه. لأن ربنا قال على المؤمنين اللي هو بيحبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال في المؤمنين اللي بيحبهم واللي وعدهم بالأجر العظيم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خيركم، يعني أحسن حد فيكم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وربنا جاوب النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال سأله الصحابة ماذا ننفق، فقال العفو، يعني الفائض عن حاجتك. فمتع أولادك الأول وأكل أولادك الأول واكرم مراتك الأول، وبعدين شوف الكلام في الأقل. فأقولكم على حديث جديد ما قلتوش من أول ما ابتديت في هذا اللقاء الأخير. الحديث ده بقى سألت أم المؤمنين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أرأيت لو أني ذبحت شاتا، يعني أشط كده خروف أشط، الواد صلاح ده بيعمل القهوة عنبة. آه والله علمته، أنا اللي علمته على فكرة وهعلمها لكم. آه، ما هو الدين، هو الدين معلومة،
طبعا وعلمك تطبخ ازاي كمان. هتجيب المعلقه ونص بن، المعلقه ونص سكر، وهتقلب في الكنكه، بالصلاه عليه حبيب الامه عليه الصلاه والسلام، وتحطها في العادي مفيش مشكله كده، كل الناس عارفه كده. السيكريت فين بقى؟ انها لما تقب ما تكبهاش، بعدها عن النار لما تهدى ورجعها للنار تاني، وتكون يقظا لانها بقى لسه سخنه فهتعلى بسرعه، فاوعى تفور منك. تقوم تلاقيها كده انت شايلها بعيد وراكنها نص دقيقه، تهدى وحطها على النار تاني. هتربح بالله لو شوفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، وحطها في الفنجان ده اللي انا بحبه، مع اني ما بحبهاش فنجان، او في الكوبايه، وتقدمها جنبها شوب بميه ساقعه، شربها اللي هيشرب القهوه او مش شربهاش. اي حد يقدم لك القهوه بحكين غير ما يكون معاها ميه ساقعه يبقى دي مش قهوه، وهو مش كيف، وانت او انطقي اهبل، ما حدش علمك. والبنت كده لازم تشيل الصينيه عشان العريس يفرح بيك. امال ايه؟ بس خلي بالك لا تكون لابسه حاجه ضيقه ولا حاجه، تيجي مكفيه يقول عمرها ما عملت قهوه. ما تنشغليش الا بالصينيه اللي تشيلها كده، مش اهلا وسهلا ومرحبا، انت متلخبطه، ما انت شايفه تحت رجليك توقعيها. وهقول لكم على الكلام ده، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اقسم بالله اللي انا بقوله ده يدخل في الحديث الشريف ده، مش من اتقان العمل انك انت تتروش وتقع بالصينيه، او تعلق للنار على الحله وتقعد وتنسى نفسك مع الموبايل، الله يخرب بيته، لغايه لما اللي في الحله يشيط ولا يقع ولا يتحرق. وان تقولي لولا كان، لو كناه كانت بطننا وجعتنا، اقسم بالله ما كانت هتوجعنا، احنا مقصرين ومهملين وربنا هيحاسبنا. وربنا قال لسيدنا موسى كما قال ابن قعطيه، قال الله لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. واحنا بقى لا بنربي ولاد على عينينا، ولا بنربي تلامذه على عينينا، ولا بنتابع ولادنا على عينينا. عملت الواجب يا حماده؟ طب يا حبيبي نام بقى، وبعدين اصحى شغل الموبايل. المفروض لو انا راجل مسلم وبقرا القران وعايز ربنا يشيل الكورونا، اقول له عملت الواجب يا حماده؟ يقول ايه؟ اقول له هات وتعالى فرجني. حتى لو كنت ضعيف في القرايه والكتابه والعلم والحاجات النظر، حتى العلماء، انا احفظ عباره بالعشره تريليون دولار يقولوا فيها ايه؟ الله يرحمه الشيخ سليمان بن عمر العقيلي الجمل المتوفى 1207، انا اخذت فيه ماجستير ده في فتوحات الهي، قال يجوز لحافظ القران ان يقرا القران من ذاكرته، ولكني انصح له ان يقراه من المصحف حتى لا يحرم عينيه متعه النظر الى المصحف، فان النظر في المصحف بدون قراءه عباده. كرروها ولاية، النظر في المصحف بعيني كده من غير تلاوة عبادة، كذلك نظرك في كراسة ابنك وانت ما انتش فاهم حاجة في الماثماتيك أو في النحو. وما أدراك ما النحو؟ النحو ده لسان القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وعند الوقفة المبين، لأن قاعدة الوقف على المنون المرفوع والمنون المجرور السكون، أما المنون المنصوب فيوقف عليه بالألف. يبقى اجعلناه قرآنا عربيا، تقف على قرآنا تقول إيه؟ قرآنا. وعلى عربيا تقول إيه؟ عربيا. لكن لما تقول محمد رسول الله، لو هتقف عند محمد نفسك وقف ولا حاجة، تقول محمد بلسان عربي مبين، تقف ازاي؟ بلسان عربي مبين، محمد قرآنا، درس في الوقف. المنون المرفوع بالسكون، المنون المجرور بالسكون، المنون المنصوب بالألف. يلا وألتقي بكم على خير إن شاء الله، لا قطع الله لنا لقاء. سلام الله عليكم ورحمته.